وباش تلاحظوا باللي هذا العام المناطق اللي رانا صورناها في بلديات النائيه الملاعب تاعهم فيهم الحفر، فيهم المستنقعات، فيهم كلش، يعني يخص غير التمساح يلعب لهم. الان رانا في واحد الملعب لهنا، ملعب جواري في بلديه بازر سكرا، هذا السيد الشاب هذا استثمر فيه وحب كيما نقولوا ينوض بالمنطقه، حاكم حوالي 25 دوار راهي لنا تلعب، ومدير لهم كيما نقولوا بدالة، كل واحد وقتاش يلعب توقيت. عكرم وليد. عكرم وليد مستثمر هنا في بازر سكرا. في بازر سكرا، انا اصلي من اصلي يعني دورنا في بازر سكرا، خويا لي عمومي في بازر سكرا، وراني ساكن في العلمة، ودرنا هذا الماتيكو، كان عنده بزاف، هو مهجور. مهجور زاد ما فيه حتى حاجة تصلح. درنا دوموند للبلدية ودخل في المزاد ومن هذاك. كتسب ربي وجبناه وعاودنا خدمناه، وكيما راك تشوف فيه. حنا البلاصه هذه كان ما فيهاش الماتيكو كيما نقولوها غازوني كيما هكذا، درنا ماتيكو غازوني، لبينا به الناس اللي راهن الاولاد، خاصه الاولاد اللي راهي الافه تاع الافه اللي غير صالح للمجتمع، هذيك اللي راهي تفزت في المجتمع. حبينا نجبدوهم حنا لهنا كيما الاولاد الصغار، ندير لهم حنا مبلغ رمزي يعني باي يترفهوا ما يروحوش لبلاصه واحده اخرى. وثانية حبينا مع السلطات، على السلطات المحليه نتاع بلديه بازر سكرا، توجهنا الى رئيس المجلس الشعبي البلدي وهضرنا معاه وبروبوزينا عليه نديروا التوسعه، ولا ما كانش نديروا الدوزيام ماتيكو، وعطانا يعني الموافقه، وبربي ان شاء الله هي دوك راهي في الدراسه. البلديه راهي كاريتو لي كاري، يعني كاري على البلديه انا، كاري الارض برك، كاري الارضيه برك. هي كانت كيما نقولوها كان ماتيكو قدروني، ايوا، وكان الشباك ما كانش، كان ما كان ما يصلح والو. حنا استثمرت فيه، عاودت له الشباك، عاودت له التيران، عاودت له كلش، تسمى من جيبي الخاص كيما نقولوها. شحال الاستسقاء؟ فايت قولوا جويه جوي 600 مليون هكذاك. 600 مليون خسائر، خسائر تاع، وزيد لها هذه خسائر تاع 600 تاع تاع الماتيكو كيما نقولوها، وزيد لها الكرا تاع العام تاعها. الكرا تاع العام تكري في البلديه. كانت على البلديه، انا نسلك كيما دوكا نسلك 116 مليون. في العام. في العام يعطيك الصحة. كنت باش راك تبيع احترام الجيران، جزاء الجيران، جزاكم الله خير، عجل على جال شورت برميدا. سكو كاين ناس كبار تلقى بين سوبر ميداني قاصفه، وش احترام كاين الناس ملتزمين يعني. درنا هذا البرميده، ممنوع البرميده، تسمى حاجه تحت الركبه، ما ندي ما تنظيم تنظيم كلش. وانا ان شاء الله بربي ان شاء الله راني ندي سيدي ان شاء الله نديروا دوره كرويه، فبعد رمضان ان شاء الله. الشيء اللي راهم يديروا فيه، باسكو راني نتفرج انايا في مناطق الدرنا، نتفرج بزاف باسكو تلقاو ايوا على فيسبوك. كملوا والى حصة اخرى ان شاء الله، نستودعكم الله وصحة فطوركم. انا قاع كيف كيف كريت بقيت مزيد تونسو.